لماذا دائما الجزائر تحاول عرقلة هذا المسار ديال المغرب العربي؟ الجزائر لا تحاول العرقلة، الجزائر ضحية عصابة قامت بعملية سطو على بلد المليون ونصف مليون شهيد، عصابة تاع سراقين، عصابة تاع شفارين كما تقولوا عندكم في المغرب، اللي نهبوا خيرات بلادنا ويستعملوا اليوم في البوليزاريو كأداة ضد الشعب الجزائري، ماهوش ضد المغرب، ضد الشعب الجزائري، باش يلهيوا الشعب الجزائري. قال كاين عدو داخلي وعدو خارجي. شكون العدو الداخلي؟ هو الماك، رشاد، حركة اللي ما عندهم حتى علاقة بالإرهاب، هما شخصيات سياسية، صحفيين من ضمنهم أنا حطيني على قائمة الإرهاب. هذه هي العصابة اللي راهي تحكم في الجزائر وتعرقل، ماشي في الوحدة هنا تاع المغرب، تعرقل في الوحدة المغاربية، تعرقل في 120 مليون مغاربي اللي لو يتحدوا راح يكونوا قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة سياسية في العالم. طبعا انت هادو اللي رام العصابة اللي تتكلم يقول لك تقرير حق تقرير مصير شعب الصحراوي، شحال فيه شعب الصحراوي؟ شحال فيه؟ سمعت دونك تبقى بالنسبة للشعب الجزائري راهم 44 مليون وما همش ماخذين حقهم في تقرير مصيرهم، يعني انتخاب رئيس جمهورية، انتخاب برلمان، انتخاب مجالس محلية، الاستفتاء على دستور، لأن كل هذه الانتخابات اللي نظمتها العصابة قاطعها الشعب الجزائري.